هي مقارنة على المستوى الدولي اللي غاد كيديروا لونكيت كيديروا لونكيت على المغرب وتونس ما عندهمش بريفيرونس للمغرب ولا تونس ولا شي حاجة، كيجمعوا المعطيات وكيحاولوا يحللوها. ولكن حقيقة خاص يكون بعد تدقيق من الأشياء. مثلا هذا المؤشر الملامسات شو اللي حنايا كجمعية عندنا بعض الملاحظات عليه، عندنا بعض الملاحظات. هو مركز على القطاع العام لادمينستراسيون. كاين بعض الدول منهم بعض الدول العربيه اللي ما عندهمش الشواء في الاداره، ما عندهمش في هذا، عندهم انواع واحده اخرى، عندهم شي صفقات كبيره في لاربومون دي شوز كوم سا، دونك يمكن ما يتاثروش كثير في العمليه ديال هذا المؤشر ملامسات الشواء. ولكن راه كاينين دوطخ اشياء بحال السنه الفارطه كنت قدمنا لكم مؤشر ديال لا ديفونس، في لا ديفونس راه عندهم هذا. تونس كذلك على مستوى طويل كان عندها نتائج احسن من المغرب دائما، لان كذلك كاين اللي كيعتبروا بان تونس عندها رشوه، والرئيس السابق كان تعرف بان عنده دي زافير انورم ايتترا، ولكن ما كانتش داخله دو بلا ميم مانيير بالنسبه للاداره الكوتيديان ايتترا. حنا فين ما درتي راه يمكن هذا من ناحيه. وحنا التحليل اللي كنديروا ما كنديروا كاين اشتغلنا كذلك على القضيه ديال التربيه والواقع ديال التربيه وديال الشفافيه، تربي الناشئه على الشفافيه ايتترا، هذا مهم نشتغلوا عليه. ولكن ملي كنهضروا على الفساد هنا كنهضروا على المستوى العام والمؤسساتي، لا ما كنتيش كدير تطبيق القانون، ولا ما كنتيش كعندك مؤسسات انديبوند اللي كيمكن لهم يفور لانفستيغاسيون، لا كنتي كتمنع الصحافيين باش يوصلوا للمعلومه. هذه سياسه كتجعل بانه محاربه الرشوه صعيبه. دونك الملاحظه ديالكم على بعض الدول ديال الشرق الاوسط، كان عندنا نقاش على المستوى الدولي ترانسبارنسي انترناسيونال، وقلنا لهم بانه واحد السنه العربيه السعوديه دازت من نقطه، اون اجونس اللي عطاتها لها وورد ايكونوميك فورم، دازت واحد النقطه خدات تعالي اون اوغمونطاسيون شي 14 ولا 24 نقطه ان اون اني. ديك السنه كانت وفاو الحاج قشي، ديك السنه كان وقع فيها المشكل ديال جمعوا بلعه ديال لو ريشار وداروهم في ان اوتيل. كيمكننا نديروا تساؤلات هذاك، دونك كاين بعض الاشياء اللي يمكننا نتناقشوها وكنا نديروا يكون فيها تساؤلات، ولكن على العموم المنهجيه اللي مستعمله منهجيه عامه دقيقة وكتستعمل جميع الدول، من غير الا كان بعض المرات دي فاي اتسيتا. ملي ما كيكونوا 3 انكيت نون كونفيرجونت كيزانيو لي ريزولتات.